ولازم اهو. طيب في الفقرة دي هسألك أسئلة عامة عنك، وهطلع الموبايل وتفتح سبيكر، تكلم حد قريب منك اوكي وهيجاوب على نفس الأسئلة، ونشوف إجاباته مطابقة زي بعض لإجاباتك ولا ولا لا؟ لأ. اوكي بالظبط كده. ماشي اوكي. أكتر أكلة بتحبها وعادي لو هتاكلها كل يوم ما عندكش مشكلة. بط البط هتاكله كل يوم؟ يس. ما عندكش مشكلة. لا لا خالص. لو عندك فرصة تختار لاعب عالمي ولاعب قديم تفطر معاه، هتختار مين؟ اللاعب العالمي واللاعب القديم؟ رونالدو تمام، ده العالمي. المحل مين افطر معاه؟ أو تقعد تتكلم معاه، مش شرط كده تفطر محتاج ناس معاه. كتير والله العظيم. حسام غالي. ماشي. لو كنت ممثل كان ممكن تمثل دور ايه؟ دور لمحمد رمضان بقى زي ما انت قلت، ولا شايف ماشي نفسك اوكي بحاجة تانية؟ اوكي اه ماشي حلو محمد حلو رمضان. حلو. عمل كله يعني، هو عمل كله فماشي اوكي. اوكي. لو هتفتح محل أكل هتفتح محل ايه؟ اكل لو البيزنس اللي قدامك دلوقتي انك هتفتح محل أكل. افتح ايه؟ برجر. برجر؟ اشمعنى؟ يعني ما بحب البرجر. ريال مدريد ولا برشلونة؟ مدريد. أول حد بتكلمه لما بتكون متضايق؟ مراتي. مين بيغلبك في البلاي ستيشن؟ ما اعرفش العب بلاي ستيشن اصلا، لعيب كورة ما بتعرفش تلعب بلاي ستيشن؟ فكله مش من بيغلبك. هواياتي يعني، مش كله. انا عادي كان ممكن اكسب، ممكن اكسبك لو بتعرف تلعب، بس انا ما بحبوش. ما بعرفش ألعب بس ما خالص. بحبوش. لما بتكون عايز تفصل بتعمل إيه؟ أول حاجة بتعملها بتبقى مش طايق نفسك، بتسافر، بتقعد لوحدك، بتعمل إيه؟ مسافرش كتير، بس اقعد لوحدي اتفرج افلام اجنبي بس. هنطلع الموبايل. اوكي عرفنا بس الأول هتكلم مين؟ اكلم مراتي. تمام. هنسألها بقى كل الأسئلة. خد الكيو كارد، اسألها كل الأسئلة دي، نفس ماشي الأسئلة اللي سألتها. والله. طب اوكي افتح السبيكر. طبعا لازم لازم، عايزين نشوف ايه اللي بيحصل. هاي منى. ايه حبيبي، ايه الاخبار؟ عامله ايه؟ الحمد لله. بصي، معانا فقره كده لازم، وربنا يستر، هسالك على حاجات ونشوف هي نفس اللي انا اخترته ولا لا. طيب انت طب بتسال؟ انا هسالك، انا ربنا يسهل بقى، ادعي بقى. طيب ماشي. ماشي. دلوقتي بيقول لك هتاخدي فلوس، هيدوك فلوس. مين هياخد؟ انا هاخد فلوس؟ اه هيدوها لك، هيدوها لك. لا لا لا، ازاي الكابتن يا جماعه؟ الكابتن هيجيب لك اللي انت عايزاه لما يروح لو جاوبتي صح. سامعه؟ لا ده كده مش هيجيلي حاجة خالص. من أولها. عندها ثقة، عندها ثقة. طيب يعني خلينا عشان ما نتأخرش. طيب ماشي. أكتر أكلة بحبها وعادي لو هاكلها كل يوم. هي مش حاجة معينة يعني، بس أنت عموما أكتر حاجة بتحبها. بحبها إيه؟ أكتر حاجة لما بروح البيت ماما. بس طيب شكرا. أوكي ماشي. لو فرصة أختار لاعب عالمي ولاعب قديم افطر معاه، اللاعب العالمي ممكن يبقى مين؟ كريستيانو ابراهيموفيتش. بس كريستيانو معلم، ابراهيموفيتش والكلام ده. معلمها. لا لا تمام ماشي. طب بصي، طب وين؟ طب القديم بقى، لاعب قديم مصري مثلا؟ مصري؟ مصري محلي. يعني مصري، مصري ممكن افطر معاه يعني. هتبقى صعبة عشان احنا ما اتكلمناش في الموضوع ده، بس ممكن يبقى مين؟ يعني ممكن يبقى أروتريكا بركوت يعني، حاجة كده. طب والباقيين؟ في نفس الوتيرة. مين اللي احنا بنحبه قوي؟ الأمور. بنحبه مأمور. حسام غالي. مين؟ حسام غالي. بس كده حسام غالي. الله اكبر، ربنا يستر. هكلمه بعد البتاع اشوفه بقى كويس ولا ايه. طب ماشي. صح. طب تمام حلو جدا. طيب شكلك هتاخدي فلوس. شكلك هتاخدي عارفة حاجه كبيره، هديه. طيب لو هبقى ممثل مثلا، ممكن امثل دور ايه او مين؟ مع مين ممكن انا امثل يعني زيه او يعني؟ انت بتساعدها يا كابتن، بلاش طريقه دي. لا لو انا همثل صح، لو ممكن لو انت هتبقى لو انا ممثل يعني ممكن ابقى مين يعني؟ هيمثل دور ايه او مين؟ دور ايه يعني؟ مين همثل؟ مين من الشخصيات؟ قريب من شخصيه مين يعني؟ يعني مش قريب، انا ممكن ابقى مين يعني من الممثلين؟ منى. اي حد بقى، اختار اي حد انت. دي سهله، دي مش قصدي صعبه، مش حكايه. لا هي صعبه شويه، بس انت ممكن تبقى عادي عادي، مش مشكلة يعني. رامز. انت رامز. انا ايه؟ انت رامز. رامز جلال. انت رامز؟ اوكي رامز. رامز رامز مش مشكلة. وانا بحب مين قوي بقى؟ وبحب اغانيه، وكنان بيحبه. بتحب اغانيه؟ كنان على طول وتمارة. شعبي. طيب ايوه. شعبي. مين محمد رمضان. طيب اوكي
ماشي، لو هفتح محل اكل ممكن افتح ايه؟ لو هتفتح محل اكل تفتح ايه؟ يعني اي حاجه تشيكن يعني. ايه يعني ممكن يبقى ايه؟ يعني طب انا بشجع ريال مدريد ولا برشلونة؟ لا ريال. طيب اول حد بكلمه لما ببقى مخنوق؟ لا لا ده دي اكيد انا، اجابه اكيد مش متفق معاها يعني، اكيد ده يعني دي الاسئله اجابه طبيعيه اكيد جدا. دي طبيعيه طبعا والله. اكيد طب مراتك ماشي هتقول يمكن. انا. طب بتقولي مين بيغلبك في البلاي ستيشن؟ قلت لك كده كده انا ما بعرفش العب بي سي، بس هكسبها لو لعبتها يعني. لا ده انا ما بعرفش العب اصلا، انا اصلا انا مش انا بكلم عليها هي بس. اوكي ماشي ماشي ماشي. طب بقول لك ايه، طب السؤال ده صعب بقى. طب انا لما بعوز افصل بعمل ايه؟ اما بتعوز تفصل. لا انت ممكن بتفصل اه تقعد في البيت يعني، ان انت مش بتتكلم، بس هي يعني مش بتتكلم مع طب في حد. حاجة هي بحب بس أعملها أوي بقى، بعمل لا إيه لما بتطلعوا كلكم بره بقى؟ شغل إيه بقى أنا؟ بس شكرا يا بس مان. كده شكرا. لا عايز أقول لك كسبتي على حاجة، وانا والله ليه؟ العظيم 100%، ايه ده يا كده؟ والله العظيم 100%. الحلقة الجاية معاك أنت ليه؟ بقى. بجد؟ أه طيب والله، ليه؟ أه والله. ماشي يا مان، ماشي يا حبيبي. انا كده التوافق عندي كده لا لا بسيط. ده أنت تعرف برنس. اسالك انت بقى ايه النظام؟ لا 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 خلاص. لا خلاص لا خلاص كده خلصان. أنت عديتي. طيب ماشي يا ماشي، حبيبتي، يلا باي صباح باي الخير، باي 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 باي. باي. 100% مبروك، نورتني يا كابتن، ربنا يخليك رزقنا مبسوطة يا جدا رب. والله انك كنت معايا النهاردة. تحب تقول ايه للجمهور؟ يا رب تكون حلقة خفيفة عليهم، كل سنة وانتم طيبين الأول، ويا رب تكون حلقة خفيفة عليهم. وأنا مبسوط جدا إن أنا كنت معاكي. أنت إعلامية شاطرة ومذيعة شاطرة. ربنا يخليك. الحمد لله ما كانش فيه حاجة صعبة قوي يعني، إن هي الواحد ما يجاوبش عليها. انت ضيف شاطر برضو لا يعني، في يعني ما فيش ضيوف. حاجة صعبة. بص أنا مش بلف وبدور، ما فيش كل الحاجات صريحة يعني. لو ما فيش حاجة صريحة هتلاقيني بلف وبدور على حاجة معينة أنا عايزة توصل، بس لا يعني ما فيش. بس أنت برضو بتعرفي تتكلمي وبتعرفي تطلعي الحاجات، ففعلا زي ما أنت قلتي، قلتي إن أنا شاطرة، فأنت عارفة إن أنت شاطرة. فإن شاء الله تبقى حلقة خفيفة. أنا كنت مبسوط إن أنا كنت معاكي النهاردة. بشكرك جدا يا ربنا يخليك، كابتن شكرا. يعني، الله مبسوطة يخليك، انك كنت معانا ونورت شاشة قناة الأهلي ربنا الحقيقة يخليك، يعني. نورك، ربنا يخليك، شكرا. مشاهدينا نورتوني طبعا. وصلنا لآخر حلقتنا النهاردة مع كابتن حمدي زكي. أشوفكم في حلقات تانية كتير.